اليوم المجلس الوطني التأسيسي في الحقيقة مع لم يبقى له وقت طويل. المجلس الوطني التأسيسي نريده اليوم أن يعود ليباشر مباشرة يعني ما يتعلق بالانتخابات، القضايا المتعلقة مباشرة بالانتخابات اللي هي استكمال الدستور واللي هي القانون الانتخابي واستكمال الهيئة الانتخابية. هذه القضايا هي الأساسية، وأظن أن القضايا الأخرى إما تدخل في القانون الانتخابي وإلا يقع تأجيلها إلى المجلس القادم إن شاء الله، بحيث ما بقي وقت اليوم في تقديري ما بقي وقت كافي لطرح مشاريع لا تتعلق مباشرة بالعملية الانتخابية. المشاريع المطلوبة اليوم مطلوب المجلس ينجزها هي المشاريع تتعلق بالعملية الانتخابية. الموقف من الحوار مع نداء تونس، نحن ندعو إلى حوار لا يستثني أحدا، ونحن ونداء تونس شارك في حوارات قرطاج، هذه مش أول مرة، يعني حوارات قرطاج كان شارك فيها السيد البكوش والسيد السبسي، فليس جديدا. نحن ندعو إلى حوار وطني لا يستثني أحداً.